الكاتب العمومي. يذكر فريد بوناظر تاريخ 17 من غشت من العام 97-900 وألف، كان نقطة تحول كبرى في حياته. كان فريد الذي يبلغ من العمر 30 عاما مفتشا للشرطة يعمل ضمن فرقة محاربة العصابات، وكان يحذوه أمل كبير في أن يرتقي الدرجات والرتب ويصبح من الأطر العليا للأمن الوطني. كان الشاب الطموح قد وضع خطة لتحقيق حلمه الكبير ذاك. كان قدوته أستاذ في المعهد الملكي للشرطة، رجل مستقيم بدأ حياته المهنية حارسا للأمن، وتمكن بفضل جده ومثابرته من أن يطور مداركه ومؤهلاته وارتقى الدرجات والرتب. في السنوات التي أمضاها في الخدمة منفك فريد يتألق ويثير اهتمام رؤسائه. كان يحسن تدبير الملفات التي توكل إليه، وقد تنبه رئيسه إلى ما لديه من كفاءات، فسعى ليجعل منه ضابطا للشرطة القضائية عن طريق تفويض من وزيري الداخلية والعدل، ذلك أنه لم يكن قد أتم بعد سنوات الخدمة التي تتيح له اجتياز مباراة الضباط، وكان الوحيد في مدينة بوزنيقة الذي تم تعيينه على رأس فرقة محاربة العصابات، وهي مهام تناط عادة بالعمداء أو الضباط. في 17 من غشت من العام 97-900 وألف، بينما كان في مهمة تعرض لحادثة سير تسببت له في بتر ساقه اليمنى، وقد أدى ذلك إلى إحالته على التقاعد. تصوروا شابا بالقوة البدنية التي كانت لفريد بوناظر يصطدم بين عشية وضحاها بواقع جديد، بواقعه كرجل فقد إحدى ساقيه. كان وقع الحادثة شديدا على نفسه، ولكنه بما كان يتميز به من قوة عزيمة وطموح أصر على تخطي الإعاقة ومواصلة المسير نحو المستقبل. أمضى فترة من الترويض أتاحت له استعمال ساق اصطناعية، وما أن نهض واستوى واقفا حتى بادر إلى متابعة ملف الحادثة في دهاليز المحاكم. وكل محاميا، ولكنه كان حريصا على المساهمة في صياغة المقالات والمذكرات، وقد أتاح له تعاونه ذاك مع المحامي إجبار شركة التأمين على صرف تعويض مهم، وكانت تحاول أن تجعل ما سيخصص له من تعويض عن فقدانه ساقه لا يقيم وزنا لما أمضاه من سنوات في الشرطة، ولا لما كان يعلقه من آمال على التدرج والارتقاء. كان مبلغ التعويض الذي حصل عليه فريد بوناظر مبلغا محترما، وكان صديقه المحامي قد نصحه بالالتحاق بكلية الحقوق واستئناف الدراسة، وأن يضع هدفا له مهنة المحاماة، فقد كان أبدى قابلية لممارسة تلك المهنة. ومع اقتناعه بأن استئناف الدراسة سبيله إلى تطوير قدراته والتغلب على الإعاقة، فقد كان بحاجة إلى مورد للعيش، ولذلك اشترى محلا في الشارع الرئيس لبوزنيقة في موقع مهم، وقرر أن يتخذه مكتبا له. جهزه بكل المعدات من مكاتب وحواسيب، وقرر أن يمارس مهنة كاتب عمومي ومستشار في مختلف القضايا الإدارية. وسرعان ما اشتهر بإتقانه كتابة المقالات ونجاعة أسلوبه في معالجة القضايا التي يعرضها عليه الزبناء، بل إن كثيرا ممن يحترفون مهنة الكاتب العمومي كانوا يقصدونه لمساعدتهم على تدبير بعض القضايا التي يرونها مستعصية. وفضلا عن مؤهلاته وخبرته التي حصل عليها خلال السنوات التي أمضاها مفتشا للشرطة، كان فريد بوناظر شابا طيب الأخلاق لا يتملكه الطمع ويتحاشى استغلال لحظات ضعف الآخرين. ذات صباح جاءت إلى مكتبه امرأة شابة كانت في 30، لم تكن ذات جمال، وما أن جلست إلى مكتبه وسألها عن غرضها حتى أجهشت بالبكاء. هدأها ثم انطلقت تعرض عليه معاناتها مع زوجها الذي لم يكن سوى ابن عمها. قالت إنها تريد أن ترفع شكوى ضده إلى وكيل الملك. حكت المرأة واسمها رقية الخباز أن زوجها عبد السلام الخباز يذيقها شتى أنواع التنكيل والعنف، لأنه يريد أن يستولي على أملاك لها ورثتها عن والديها.
قالت إن في جملة ما آل إليها من إرث قطعة أرضية تقع في مدخل مدينة برشيد وتبلغ مساحتها 10 هكتارات. قالت رقية إن السلطات اتخذت تلك القطعة الأرضية مزبلة لسنوات طويلة قبل أن تقرر إخلاءها بسبب ما ينبعث منها من روائح، وسرعان ما توسع المدار الحضري ليشمل تلك الأرض التي صارت قيمتها ملايير السنتيمات. وقد أسال ذلك لعاب زوجها الذي سعى إلى إرغامها على منحه وكالة عامة مفوضة تمكنه من التصرف في كل أملاكها. قالت إنه لما رفضت صار يعاملها بقساوة، بل إنه لم يكن يتردد في إهانتها، وكثيرا ما حاول أن يدخل معه إلى البيت الذي يسكنانه، وهو بالمناسبة بيتها الواحدة من بائعات الهوى اللواتي كان يصاحبهن. قالت إنها طالبته بتطليقها ولكنه امتنع واشترط عليها أن تتنازل له عن نصف أملاكها. كان الكاتب العمومي يصغي باهتمام إلى كل ما تقوله المرأة، كان يصغي بأذن مفتش الشرطة الذي كان، وقد علمته التجارب كيف يميز بين من ينطق صدقا ومن يتقمص دور الضحية. بدأ له أن المرأة تنطق بعفوية ورجح أن تكون صادقة. قالت رقية الخباز إنها لما لجأت إلى أحد نواب وكيل الملك طالبها بتقديم الحجة على ما تدعيه وإقامة الدليل على تعاطي زوجها للخيانة الزوجية. سجل فريد أقوال المرأة وقد ركز على ما جاء على لسانها في شأن خيانة زوجها. كان يرى أن إثبات ما تدعيه رقية وحده الكفيل بتخليصها من ذلك الزوج غير الصالح. وعندما فرغ من تحرير شكايتها رافق المرأة إلى مكتب نائب وكيل الملك، وكان يعرفه منذ أن كان مفتشا للشرطة. استقبله وعلى الفور حرر بخط يده التعليمات المواجهة إلى الشرطة للقيام بالبحث والتحريات التي من شأنها أن تفضي إلى مفاجأة الزوج في حالة تلبس. ووافق نائب وكيل الملك على أن ينقل فريد تلك التعليمات المكتوبة. كان الغرض هو التعجيل بالأمر والإبقاء عليه سرا حتى لا يفطن عبد السلام الخباز. في المفوضية استمع الضابط ياسين البستاني إلى أقوال رقية الخباز وتم تدوين شكايتها. لم يبقى الآن سوى مراقبة عبد السلام الخباز الذي كان منغمسا في علاقاته مع بائعات الهوى. بعد يومين شهد وهو على متن سيارته رفقة امرأة. كان مفتشان مكلفان بمراقبته وكان يتنقلان على متن سيارة مموهة. كانت وجهته غابة في أطراف المدينة. دخل الغابة وبين الأشجار ركن سيارته. كان المفتشان يراقبانه، ولما أيقن أنه دخل في علاقة حميمية مع تلك التي برفقته فاجآهما. كان متلبسا بالخيانة الزوجية اقتيدا إلى مفوضية الشرطة. كان الضابط ياسين البستاني في انتظارهما. اعترف بالمنسوب إليهما وتم استدعاء رقية الخباز. تم تسجيل شكايتها وأنجز المحضر وتم تقديم الجميع إلى وكيل الملك الذي قرر وضع عبد السلام الخباز وتلك التي ضبطت معه رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار مثولهما أمام المحكمة. بعد 8 أيام أمضاها عبد السلام رهن الاعتقال تم تقديمه إلى المحكمة. وهو في السجن علم من بعضهم هناك أن خير وسيلة للإفلات من السجن لمدة 1 إلى 2 سنين أن يقبل بتطليق رقية لقاء تنازلها عن الدعوة، وكذلك كان. فاجأت رقية سرعة التي تمت بها الأمور، وجاءت إلى فريد بوناظر الكاتب العمومي تشكره وتطلب منه أن يحدد قيمة أتعابه. ابتسم في وجهها وقال لها إنه يطلب موعدا بعد أن تنقضي عدتها. فهمت المرأة الرسالة، ابتسمت في خجل، وبعد 3 أشهر كان فريد يطرق باب منزلها خاطبا. ملفات بوليسية.